لويين 4. وقال الرب لموسى: وصي ولاد إسرائيل، لو نسيت نفس فغلطت في موضوع معين من كل اللي نهى عنه الرب وعملت اللي مش مفروض، فده اللي تعملوه. لو غلط الكاهن الممسوح سهو وجلب على الشعب اسم، فيقدم للرب عن خطيته اللي ارتكبها تور مفهوش عيب، ذبيحة خطية، فيجيب التور لمدخل خيمة الاجتماع في حضرة الرب ويحط ايده على راسه ويذبحه قدام الرب، وياخد الكاهن الممسوح من دم التور ويدخل بيه لخيمة الاجتماع، بعدين يغمس صباعه في الدم ويرش منه 7 مرات قدام الرب عند حجاب القدس اللي بيفصل بين القدس وقدس الأقداس، بعدين يحط الكاهن شوية دم على قرون مذبح البخور المعطر اللي جوه القدس في حضرة الرب، أما بقية دم التور فيصبه عند قاعدة مذبح المحرقة اللي موجود عند مدخل خيمة الاجتماع، وينزع كل شحم تور الخطية وشحم الأعضاء الداخلية كلها والكليتين والشحم بتاعهم اللي على الوسط والمرارة، زي ما بيعمل بتور ذبيحة السلام، ويحرقها الكاهن على مذبح المحرقة. أما جلد التور وكل اللحم بتاعه مع راسه والكوارع بتاعته ومصارينه والروث بتاعه، فهو يشيلها لبرا المعسكر لمكان طاهر، مكان ما بيترمي الرماد، فيحرقها كلها على حطب مولع فوق مكان رمي الرماد. ولو غلط شعب إسرائيل كله سهو وعملوا واحدة من اللي نهى عنهم الرب اللي مش مفروض تتعمل وأخطوا، وكان المجمع مش داريان بالأمر، بعدين اكتشف المجمع الخطية اللي حصلت، وقتها يقرب المجمع تور ذبيحة خطية يجيبوه قدام الرب عند خيمة الاجتماع، ويحط شيوخ الشعب ايديهم على راس التور في حضرة الرب ويذبحوه هناك، وياخد الكاهن الممسوح من دم التور ويدخل بيه لخيمة الاجتماع، بعدين يغمس صباعه في الدم ويرش منه 7 مرات قدام الرب عند حجاب القدس، وكمان يحط شوية دم على قرون مذبح البخور المعطر اللي جوه القدس في حضرة الرب، أما بقية الدم فيصبه عند قاعدة مذبح المحرقة اللي موجود عند مدخل خيمة الاجتماع، وينزع الكاهن كل الشحم بتاعه ويحرقه على المذبح، ويعمل بالتور زي ما عمل بتور الخطية، فيكفر عنهم الكاهن فيغفر الله ليهم، بعدين يشيل بقية التور لبرا المعسكر ويحرقه زي ما حرق التور الأولاني، فيبقى ذبيحة خطية عن كل الشعب. لو غلط حد من قادة الشعب سهوا وعمل واحدة من اللي نهى عنهم الرب اللي مش مفروض تتعمل وأخطأ، بعدين اتنبه لغلطته اللي عملها، فيجيب قربان جدي ذكر مفهوش أي عيب ويحط إيده على راس الجدي ويذبحه في الجنب الشمالي المذبح المحرقة قدام الرب، فيبقى ذبيحة خطية، وياخد الكاهن من دم ذبيحة الخطية بصباعه ويحطه على قرون مذبح المحرقة ويحرق كل الشحم بتاعه على المذبح زي ما عمل بشحم ذبيحة السلام، وبكده يكفر الكاهن عن خطيته فيغفر الرب ليه. ولو أخطأ واحد من عامة الشعب سهوا وعمل واحدة من اللي نهى الرب عنهم اللي مش مفروض تتعمل وأخطأ، بعدين اتنبه لخطيته اللي عملها، فيجيب قربان معزة نتاية مفهاش أي عيب عشان يكفر عن خطيته اللي عملها، ويحط إيده على رأس ذبيحة الخطية ويذبحها عند مكان المحرقة، فياخد الكاهن من الدم بتاعها ويحطه على قرون مذبح المحرقة ويصب بقية الدم بتاعها عند قاعدة المذبح، بعدين ينزع الكاهن كل الشحم بتاعها زي ما عمل بشحم ذبيحة السلام ويحرقها على المذبح تقدمة رضا وفرح للرب، فيكفر الكاهن عنه ويغفر الرب ليه. ولو جاب القربان بتاعه من الضان عشان تبقى ذبيحة خطية فيبقى نعجة سليمة من كل عيب، فيحط ايده على راسها ويذبحها قربان خطية في المكان اللي بتتذبح فيه المحرقة، وياخد الكاهن من دم ذبيحة الخطية بصباعه ويحطه على قرون مذبح المحرقة ويصب باقي الدم عند قاعدة المذبح، وينزع كل الشحم بتاعها زي ما عمل بشحم ذبيحة السلام ويحرقه على المذبح فوق وقائد الرب، وبكده يكفر الكاهن عن خطيته اللي عملها ويغفر الرب ليه.